السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة من الأجندة. في أجندة هذا الأسبوع، الإمامة مسيرة التكفير والتدمير. التكفير. صار واحدا من أخطر وأهم الموضوعات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام وفي الأوساط الثقافية والدينية في المجتمعات العربية خصوصا في العقود الخمسة الأخيرة وتحديدا من بعد ظهور جماعة الهجرة والتكفير في مصر إبان نظام الرئيس عبد الناصر لكن التكفير وهو كرين الارهاب المصطلح الاخر الذي يتم تداوله بشكل موسع في وسائل الاعلام وفي اروقه السياسه لدينا هذين المصطلحين هذا هذا المصطلح له تاريخ تاريخ طويل تاريخ يمتد الى بدايه ظهور الدين نفسه الدين كظاهره انسانيه من يوم ان اكتشف المؤمن انه مؤمن اكتشف في المقابل ان هناك كافر اخر. لكن في التاريخ الاسلامي بدا ظهور التكفير مع ظهور جماعه سميت بالخوارج، والخبراء والمثقفون لديهم اطلاع وافي على هذه الجماعه او على الاقل على الخطوط العريضه في تاريخها. جماعه الخوارج كانوا مجموعه من الذين التحقوا بجيش الامام علي في حربه مع معاويه وفي حربه في موقعة الجمل. هؤلاء هذه المجموعة من الناس يتصفون بأنهم من أبناء المناطق النائية، مناطق الأعراب، مناطق الجفاف، والبيئة القاسية وما شابه ذلك. وكان هذا مدخل لدارسي السوسيولوجيا يعني علماء الاجتماع كان مدخل لبيان الخصائص النفسية لهذه الجماعة إذا قالوا أن البيئة تطبع أهلها بطبيعتها فأبناء المناطق الكاسية والجافة بيكون لديهم مسحة من القسوة والجفاف وعدم القبول بالمرونة يعني واعتبار المرونة نوع من الضعف ونوع من النفاق أو نوع من التساهل جماعة, اله... جماعة الخوارج الذين ظهروا في بداية التاريخ الإسلامي وتحديدا في القرن الأول الإسلامي خرجوا على الإمام علي فيما بعد وقاتلوا وحاربوا وحاربوا المسلمين ودخلوا في حروب طويلة مع الدولة الأموية فيما بعد وحصلت فيهم مذابح طويلة هؤلاء الخوارج كانوا يكفرون المسلمين بالكبائر يعني مكترفة الكبيرة لديهم خارج من الدين ولهم قصص طريفة في هذا المجال كان هذا أول ظهور لجماعات التكفير في تاريخنا الإسلامي تجددت تجدد الحديث عن التكفير مره اخرى كما قلنا عندما ظهرت جماعه الهجره والتكفير في سجون نظام عبد الناصر في الخمسينيات وستينيات القرن الماضي. هذه الجماعه خرجت من تحت سياط التعذيب وممارسات التعذيب التي كانت تمارس داخل سجون عبد الناصر انذاك على الاسلاميين الذين كانوا يهددون النظام وكان لعبد الناصر وجهه نظر فيهم. بطبيعه الحال اذا اردنا ان نصنف الخصائص النفسيه للمكفراتيه فنستطيع ان نقول انه انهم على ثلاث انواع. النوع الاول هو ابناء المناطق القاسيه والجافه، ابناء البيئات الصعبه. هؤلاء عاده بيكون لديهم سيكولوجيه صعبه، نفسيه صعبه. لا تقبل المرونة ولا تقبل الأخذ والعطاء بسهولة ويفضلون الوضوح والحسم وهم يعتقدون أن ممارسة أخطاء التأويل تعد يعني نوع من يعني يحكمون عليها يا أبيض يا أسود لا يوجد لديهم مناطق رمادية للحكم أو مناطق متدرجة للحكم هناك صنف آخر ممكن نسميها المثاليين من أصناف الناس الذين يلجؤون إلى التكفير تكفير المخالف تحت اي وصف من اوصاف التكفير هناك المثاليون المثاليون يتخيلون العالم يتخيلون يعني مدينه مثاليه او مجتمعا مثاليا بمواصفات مثاليه عاليه ف اذا وجدوا اي خروج على هذه المواصفات المثاليه يعتقدون انه خروج على المجتمع المثالي ومن ثم هذا يهيئهم نفسيا لممارسه التكفير هناك صنف ثالث من المكفرين أو المكفراتية إذا استعملنا المصطلح الشعبي المصري هو صنف العنصريين العنصرية أيضا واحد من حوافز التكفير لأن الشخص الذي يعتقد أن لديه امتياز عرقي أو الجماعة التي تعتقد أن لديها امتياز عرقي لا بد أن تنظر إلى الآخرين باعتبارهم إما مارقين إذا خرجوا عن النظام أو كفار أو ما أشبه ذلك يعني لابد أن يوصموا بحكم من الأحكام التي تجعلهم خارجين عن النظام الاجتماعي. طبعا هذه ثلاثة أصناف من المكفرين أو من المكفراتية وهذا موجز تاريخي سريع لتاريخ الجماعات التكفيرية كمقدمة للحديث عن التكفير في تاريخ الإمامة التاريخ الذي خبره اليمنيون و عاشروه وتعرفوا عليه لكن قبل الحديث عن تفاصيل هذا الموضوع لدينا ثلاث ملاحظات على الاقل نود للمشاهد ان يتفهمها الملاحظه الاولى ان التكفير في حد ذاته ليس مشكله لانه مجرد وصف حال يعني حين يقول شخص لشخص اخر هذا كافر او انت كافر او الجماعه الفلانيه كافره هذا مجرد وصف حال مثل ان يقول هذا طويل او هذا قصير او هذا وسيم او وصف حال لكن وليس هناك اي مشكله يعني بالنسبه لهذا الوصف يعني احنا ممكن نتحمله ونتقبله يعني لكن المشكله فيما يترتب على هذا الوصف عند القائل يعني حينما يقول انت كافر ومن ثم يترتب على هذا الوصف ان يستحل دمك او يستحل عرضك او يستحل مالك هنا أمام نحن أمام مشكلة حقيقية يعني حد الردة مثلا هو المشكلة وليس التكفير استحلال العرض وقتل النفس وتدمير البيت ونهب المال وسبي النساء أحيانا نساء المكفر هذه هي المشكلة ما يترتب على التكفير هو المشكلة هذه ملاحظة أولى الملاحظة الثانية أن التكفير السياسي اللي هو بين قوسين نسميه التخوين ربما أخطر في كثير من الأحيان من التكفير الديني لماذا؟ لأنه حينما يوجه إليك أحدهم تهمة الخيانة للوطن مثلا خيانة الوطن هي من التهم الكبرى من الجرائم الكبرى في الدساتير العالم ويترتب عليها الموت فورا الخائن يقتل خائن الوطن يقتل ويستحل دمه وتستحل امور كثيره في وجهه نظر المجتمع ان لم يكن في وجهه نظر القانون. هذا نوع من التكفير نسميه التكفير السياسي وهو تكفير وهو وهو, وهو شكل خطير من من اشكال التكفير لا يجوز ان نغفله واحنا بنتكلم عن التكفير لانه الكثير من الجماعات تمارس التكفير بطريقه او باخرى وهي لا تعلم. ملاحظه ثالثه هي ان التكفير لا يقال بكلمة واحدة بالضرورة يعني مش كلمة كافر بس هي التي ممكن تصف حالة التكفير هناك عبارات أخرى ممكن الواحد يمارس بها تكفير الآخرين وتكفير الجماعات مثل اتهامهم بالنفاق مثلا لأن كلمة منافق على سبيل المثال تعني الكافر الذي يظهر الإسلام المنافق هو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام فهو شكل من أشكال التكفير لا يختلف عن الشكل الصريح حينما تقول فلان كافر، فلان كافر أو فلان منافق سيان لا خلاف. ننتقل إلى الحديث عن نقاط أخرى في التكفير في الفقرة التالية. حين تأتي شكوى التكفير من من يقع عليه التكفير. من جهات علمانية مثلا أو جهات إسلامية معتدلة حين تأتي الشكوى من هذه الجهات يكون الأمر مقبول ومفهوم يعني أمر مفهوم لكن حين تأتي هذه الشكوى من جماعات وأشخاص يمارسون التكفير الديني والسياسي فهذا أمر يدل على وجود خلل يدل على وجود أمر ملتبس او على تدليس او على كذب وتزييف يعني على سبيل المثال لو انك سالت واحد من الحوثيين لماذا تقاتل اخوانك في الوطن وفي الدين؟ ستجد الاجابه الجاهزه هؤلاء تكفيريون دواعش اذا هو يقاتل التكفيريين والدواعش يقول هذا لانه لم يجد تهمه اخرى واضحه لم يجد الحوثي تهمه اخرى واضحه يمكن ان يقاتل بها اليمنيين لم يجد غير تهمه التكفير وهذا الكلام نحن نسمعه والجميع يسمعه في الاوساط اليمنيه والناس كلهم عارفينه لكن خلونا نسمع قيادي من قيادات الجماعه الحوثيه وهو يمارس التكفير هذا القيادي اصبح الان رئيس للمجلس السياسي هذا اللي اخترعوه في صنعاء هذا الرجل يقف على منبر الجامع الكبير بصنعاء في خطبه جمعه وامام الملا ويمارس التكفير ضد خصومه السياسيين بطريقه نتابعها سويا ثم نعود للتعقيب عليها على هذه الامه استطاع منافق متاثر بيهودي ان يؤثر على ثلث الجيش الذي كان مع الرسول في غزوه احد فتخيلوا ايها الاخوه في هذه المرحله كيف سيكون حجم التآمر والارتداد بين اوساط امتنا عن طريق هؤلاء المنافقين؟ اولئك منافقون متاثرون بيهود ولا زالوا كانوا في مرحله ضعف، اما اليوم منافقون خدام لليهود سيعملوا كل ما من شانه ان يبعد الامه عن دينها وعن قرانها وعن نبيها، لذا ان القران تحدث كثيرا جدا عن المنافقين حتى لا نغتر بخطاباتهم البراقه لو رأيت أحد المنافقين يبني مسجدا لما صدقته هكذا يقول السيد حسين لو رأيت المنافقين داخلين إلى القدس على ظهور الدبابات لما صدقتهم لو رأيت إصلاحي على ظهر الدبابة داخل يفتح القدس لما صدقته إذا لم نرسخ هذا في نفوس أبنائنا وأجيالنا فسيخدعوننا هكذا يقول الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أليس يقولون صدقا هم يشهدوا أن هذا رسول الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول لكن مع ذلك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون طبعا هذا الكلام كما لاحظتم يأتي من رجل من قيادات جماعة الحوثيين الجماعة التي تسيطر على الوضع الان في صنعاء وكثير من المناطق في اليمن بالاضافه الى يعني الجناح الاخر للانقلاب جناح علي صالح ولنا على هذا الكلام عدد من الملاحظات الملاحظه الاولى انه كلام يقال من على منبر جامع وليس في مقيل قات او في نادي من النوادي المدنيه وحين يقال هذا الكلام من على منبر مسجد على منبر جامع فهذا يعني انه سيأخذ صفة الاحكام الدينية يعني كلامه هنا كلامه واتهام للنف... للآخرين بالنفاق سيؤخذ باعتباره حكم من الاحكام الدينية لأنه كلام في مسجد او بالاصح في جامع امام الناس هذه ملاحظة الملاحظة الأخرى التي تستحق التوقف قليلا ووضع خطوط هو انه يتهم جماعه بعينها داخل البلد وليكن هم الاصلاحيون يتهم هذه الجماعه بانها منافقه ولا يمكن ان يغير هذا الحكم حتى لو راهم يدخلون القدس على ظهور الدبابات يعني حتى لو شاهدهم بعينه يفتحون القدس ويحاربون اليهود والنصارى فلن يصدق انهم مؤمنين وهذا كلام طبعا هو ينقل هذا الكلام عن سيده حسين بدر الدين الحوثي وهذا كلام عجيب يعني الانسان اذا ما صدقش عيونه يعني يصدق الافعال ماذا يصدق؟ هذه واحده. الامر الاخر هل هذا الكلام ينطبق ايضا على ايران وعلى حزب الله الذي يقاتل اسرائيل؟ يعني هذه 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 التهمه وهذا الكلام وهذه الاحكام هل تنطبق على حلفاءك في حزب الله مثلا؟ هذا سؤال ننتظر اجابته. ثلاثه هناك اصرار غريب ربما لاحظتموه في كلام الصماط من خلال المنبر اصرار على ادانه الفصيل السياسي الخصم وعلى تشويهه الى حد انه حتى لو راه يدخل القدس على ظهور الدبابات فلن يصدق انهم مؤمنين. لماذا هذا الاصرار؟ هناك سؤال لماذا هذا الإصرار؟ هذا يحتاج شوية تحليل نرجع وراء شوية ونشوف ما هي أهداف جماعة الحوثي حتى نفهم هذا الكلام طبعا هذه الجماعة جماعة الحوثي هي جماعة سياسية في المقام الأول قبل أن تكون جماعة دينية أو جماعة تعلم رقص يعني هي جماعة سياسية هذه الجماعة السياسية تريد أن تستحوذ على السلطة هذه رغبتها وهذا سر صراعها وتاريخها. الاستحواذ على السلطه باعتبار السلطه حق من حقوق السلاله. طيب لكي تستحوذ على السلطه هي بحاجه الى الاستحواذ على المجتمع على عقول الناس على افئده الناس. هنا ياتي السؤال كيف يمكن ان تستحوذ جماعه ما على قلوب الناس وعقولهم في الوطن العربي عليها ان ترفع رايه فلسطين. رايت الدفاع عن القضيه الفلسطينيه ومواجهه المشروع الصهيوني اذا رفعت هذا الشعار ممكن تكسب قلوب الناس في كامل الوطن العربي اين تكمن المشكله هنا تكمن المشكله امام الحوثيين وامام الجماعات الشيعيه التابعه لايران في انهم كلما حاولوا النزول الى الشارع لرفع قضيه فلسطين وجدوا من ينافسهم في هذه المساله وجدوا فريق اخر او فصيل اخر ينافسهم هذا الفصيل المنافس هو جماعات الاخوان المسلمين كما يتمثل في حماس داخل فلسطين وكما يتمثل في الاخوان المسلمين داخل المجتمعات العربيه هذا فصيل ينافس في القضيه الفلسطينيه في رفع شعار القضيه الفلسطينيه وهم يرغبون في ازاحه هذا الفصيل المنافس لانه فصيل اكتسب طوال الفتره الماضيه كثير من المصداقيه لدى المجتمع العربي و لا بد من إحراك سمعه هذا الفصيل حتى يتسنى لهم ان يحلوا محله ويزيحونه من الساحه ولذلك ربما لاحظتم اصرار صالح الصمد وهو يقول علينا ان نغرس هذه المفاهيم في اذهان اجيالنا واطفالنا ونؤكدها لماذا حتى يخلق جيل لا يصدق احد الا هذا الفصيل الا هذه الجماعه طبعا لعبة التكفير هي مثل لعبة الكراسي الموسيقية لمن يعرفها يعني في الكراسي الموسيقية في كل دورة تكفير لابد أن يخرج واحد يخرج واحد من الموجودين داخل في الدائرة كذلك في الجماعات الدينية في الجماعات مثل يعني جماعة داعش التي تكفر المجتمع وجماعة الحوثي التي تكفر الخصوم مثل هذه الجماعات لابد أن تجد من داخلها من يكفرها وليس فقط من خارجها من داخلها يعني إحنا عندنا هذا على سبيل المثال عبد العظيم الحوثي هذا واحد من أكارب عبد الملك الحوثي وحسين الحوثي وهو يصنف عندهم علامة هذا العلامة الحوثي الزيدي يكفر جماعة الحوثي ويفسكها ويقول أنها أحق بالجهاد من اليهود والنصارى ويقول أنهم عملاء لامريكا وغير جادين في رفع شعار العداوه لامريكا. كلام خطير وعجيب من داخل المذهب الزيدي من داخل البيت الزيدي او بالاصح البيت الجارودي سنستمع اليه في هذا المقطع. انا أتعجب من الذي يسميهم مجاهدين وهم ملحدين منافقين محاربين لله ورسوله وللمؤمنين. عجيب. يحاربوا امريكا. سألته من أبوك؟ قال خالي شعيب يحارب المؤمنين أولياء الله ورسوله وأولياء العلماء وقالوا بيحاربوا أمريكا وإسرائيل هؤلاء الشباب كذابين مفترين محاربين لله ولرسوله وللمؤمنين وأعداء الله ورسوله من قبل عشرين سنة ما هم من الحين وحسبكم أن العلماء مطلقون كلهم على كفر الشباب وعلى أنهم مرتدين وخارجين من مذهب أهل البيت. وإذا رأيتوا أحد الحين سكت ما فيهم بس لأ. ساكت لأنهم دايرين أن لو واحد يتحرك أبصرتوا حين تحركوا كل ما تحركت من قبيلة راحوا عليها جمعة تحركوا قدم سحبوا عليها من كل بلاد واستصراف واستنفار عام من رازع وغمر بلاد جماعة بلاد خولان من بلاد حلفي وجهوزي وسحار من ضحيان من كل مكان غزوها غزو قزوه بلاد المؤمنين ودمروا المدارس والمساجد والبيوت على اهلها على الحيوانات والنساء والاطفال وغزوها بقوه ثقيله وخفيفه والدبابات والمدرعات والمصفحات والرشاشات الثقيلة والخفيفة والمعدلات وجيش جرار ومعنا خمسين نفر تجمعوا عليهم من كل حقف ولقف وقالوا انهم بيحاربوا امريكا واسرائيل المفترين الكذابين ما حاربوا امريكي والله ما قتلوا أمريكا انهم خلقوا وانهم اول من إلى الامريكي الك ظهري الهم؟ لا لا والله ما قال لي جاهدهم جهاد دون خرط القتال وسفر الرماد والله جهادهم افضل من جهاد اليهود والنصارى وانهم العم من ولا لها معنى جهاد اسرائيل ما داموا موجودين هذول اليهود حق بلدهم وانجز اليهود واخبث منهم مجوس هذه الامه يهود العرب اعداء اهل البيت ضربوا الاسلام من داخل ضربوا الاسلام من داخل بيضه الاسلام اخبث من اليهود هذول الكفار كفار الاعمال لان ما متقيدين بشيء من الاسلام احلوا دماء المؤمن دم المؤمن وهذا مخالف للكتاب والسنه ومن يقتل مؤمنا متعبدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما قتلوا المؤمن ثم مؤمن ثم مؤمن كل يوم استمعنا الى كلام من يصنف بانه علامة في المذهب الزيدي كلام خطير وبالمناسبه هذا ليس كلام عبد العظيم الحوثي وحده في جماعه الحوثي في اتهامها وفي تكفيرها وفي تفسيقها هناك يعني فقهاء اخرون داخل هذه الجماعه داخل هذا المذهب صنفوا الجماعه في بدايات في بدايات امرها باعتبارها جماعه مارقه وخارجه عن الاجماع وإلى الى اخر منهم ربما المؤيد اذا لم تخن الذاكره لكن الطرف في الموضوع ان زعيم الجماعه الحالي عبد الملك الحوثي يتحدث عن التكفيريين والدواعش ويصفهم باوصاف هي نفس الاوصاف الموجوده في جماعته يعني اذا اردت ان تتعرف على جماعه الحوثي بامكانك ان تستمع الى كلام عبد الملك وهو يصف الدواعش ما الذي يقوله عبد الملك في وصف الدواعش؟ تعالوا نسمع ونرجع نحلل هذه الحركات التي تتحرك في الساحة الحركات التكفيرية تتحرك تحت عناوين دينية تحقق اهداف كبيرة للاعداء في مقدمتها التشويه للدين وهذا تؤديه بشكل حرفي باتقان الجرائم البشعة جرائم القتل البشعة جرائم الاغتصاب الجرائم المتنوعة هي فعلا من خلالها تقدم صورة مشوهة ومجززة وبشعة عن الدين والتدين وعن الجهاد عبد الملك الحوثي يقول أن الدواعش من يسميهم بالدواعش وال يعني هذا وصف نحن نعلم على من يطلقه الدواعش هم عبارة عن جماعة سياسية تتدثر بالدين تتغطى بالدين وإحنا بنسأل هل هناك وصف أفضل من هذا لجماعة الحوثي؟ وش جماعه الحوثي اليس الجماعه السياسيه تتح... تت... تتدثر بالدين بل على العكس لا يوجد اصلا في التاريخ الاسلامي كل الجماعة السياسية تتغطى بالدين مثل ما جما... مثل جماعه الحوثي ومثل جماعات ال... 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 الشيعة السياسيه لماذا لانه احنا عندنا كما يعرف المختصون ثلاثه انواع من المذاهب المذاهب لدينا في التاريخ الاسلامي ثلاثه انواع لدينا المذاهب الفقهيه مثل المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والمذهب الجعفري والمذهب الزيدي في جانبه الفقهي. هذه تسمى مذاهب فقهيه نسبه الى الفقه، الخلافات اللي بينها خلافات في الاحكام، الاحكام الفقهيه، احكام الوضوء، احكام الصلاه، احكام الطلاق، احكام الى اخره. النوع الثاني من المذاهب ما يسمى بالمذاهب الكلاميه. يعني مثل المذهب المعتزلي، المذهب الماتريدي، المذهب الإمامي. الخلاف بين المذاهب الكلامية هو خلاف حول الأسماء والصفات، حول قضايا حساسة مثل الجبر والاختيار وإلى آخره من القضايا الفلسفية ذات الطابع الكلامي الفلسفي. لكن لدينا نوع ثالث من المذاهب في التاريخ الإسلامي هو ما يسمى بالمذاهب السياسية. وابرز مذهب سياسي وربما هو الوحيد الذي يصنف كمذهب سياسي هو المذهب الشيعي لانه قضيته الاساسيه هي قضيه الامامه يعني الرئاسه يعني رئاسه الدوله وما فيش جماعات اخرى تنتسب الى الامامه مثل الجماعه الحوثيه والجماعه الاماميه في التاريخ كله فهم انتم اكثر جماعه ينطبق عليها وصف جماعه سياسيه تتذرع بالدين الوصف الاخر الذي قاله عبد الملك الحوثي على الدواعش قال انهم يمارسون القتل والاغتصاب ضد المخالفين ونحن نتساءل ايضا وما الذي يفعله الحوثيون؟ اليس ممارسه القتل والاغتصاب يعني اذا لم يثبت اذا لم تثبت الاخبار الاخيره لممارسات الاغتصاب التي وقعت في محافظه تعز اذا لم تثبت فهناك حادثه اغتصاب اكبر من هذه اغتصاب اراده الناس الحوثيون قاموا باغتصاب اراده اليمنيين حين انتزعوا منهم امرهم امرهم الذي كان ينبغي ان يكون شورى بينهم انتزعه الحوثيون وقالوا ما نريكم الا ما نرى وما نهديكم الا سبيل الرشاد كما قال فرعون هل هناك ما هو اعظم من هذا الاغتصاب الذي مارسه الحوثي لا نظن عبد الملك أيضا وصف الدواعش بقوله أنهم يشوهون الدين وهذا أمر طبعا من طرائف الكلام لأنه لو فتشنا اليوم في الساحة لو فتشنا اليوم في الخريطة في الكوكب الأزرق عن جماعة تمارس تشويه الدين وتشويه الإسلام لن نجد أسوأ من جماعتين الدواعش والحوثيين الحوثيون يقومون بممارسات في انتهاك الحقوق والحريات وفي البشاعة بكل أصنافها يقومون بي 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 يعني بممارسة مستوى من البشاعة والقبح في تشويه الدين لم يسبقهم إليه أحد سوى جماعة داعش مشاهدينا الكرام الى هنا نكون قد انتهينا من نقاش الجزء الاول من هذه الحلقه سننتقل بعد فاصل قصير الى مواصله الحديث في تاريخ التكفير والتدمير لدى المشروع الامامي في اليمن لا تذهبوا بعيدا مرحبا بكم مجددا تحدثنا في المحور السابق عن الممارسات التكفيريه التي تمارسها جماعه مثل جماعه الحوثي الجماعه التي تزعم أنها تحارب التكفيريين وتقاتلهم في شتى الجبهات لخدمة من؟ لا تدري الآن سنتحدث عن تاريخ هذه الجماعة لأن ممارسات التكفير الآنية لم تأتي من فراغ لها تاريخ قديم المشروع الإمامي هو أكثر مشروع مارس التكفير في تاريخنا اليمني كله والأمر لم يعد غريبا يعني الأئمة الزيديون كانوا يمارسون التكفير في حق خصومهم بشكل مفرط واخطر من من التكفير كانوا يستحلون دماء هؤلاء الخصوم ويستحلون نساءهم واموالهم ولدينا السفاح عبد الله بن حمزه هذا امام من ائمتهم حكم اليمن فتره من الزمن حكايه هذا السفاح تفوق حكايه اصحاب الاخدود قتل اصحاب الاخدود هذا الرجل دخل في حرب مع قطاع كبير من اليمنيين كان بعضهم يعني الأيوبيين وأتباع الأيوبيين في صنعاء وبعضهم الشافعية وبعضهم المطرفية المطرفية تحديدا يعني التاريخ يقول أنه قتل من المطرفية في مجزرة واحدة بشكل جماعي ما يقارب مئة ألف يمني مئة ألف يمني يعني أبادهم إبادة تامة وقضى على هذا المذهب من جذوره في معركة واحدة أو بالأصح في هجمة واحدة على قراهم وعلى مناطق سكناهم واستحل دماءهم واستحل نساءهم وكان من قبلها الأيوبيين اقتحم عليهم صنعاء وقتلهم وسبى قرابة ستمائة امرأة من نسائهم وزعها على جنوده وأخذ واحدة من بنات كبار الأيوبيين استحل فرجها وأنجب منها ولدا وبشكل لا يصدق هذا الرجل كان يكفر المخالفين بالتأويل وتكفير التأويل هذه عملية يمارسها الإماميون بشكل تقليدي وتلقائي يعني عمل طبيعي تلقائي كفار التأويل غير الكفر الصريح الكفر الصريح من يعترف بانه كافر هذا كفر صريح لكن كفار التاويل هو من يتاول ايه من الايات القرانيه او يتاول نص من النصوص الدينيه عند عبد عبد الله بن حمزه ويخالف هذا التاويل ما عليه الجمهور او ما عليه الامام اذا خالفت الامام في تاويلك لنص من النصوص قد يتهمك بالكفر ويخرجك من المله ويرتب على هذا التكفير عددا من الاحكام منها القتل والإبادة كما قلنا. عبد الله بن حمزة ارتكب مجازر عجيبة جدا والعجيب الأعجب من هذا أن هذا التاريخ الإجرامي لهذا الإمام وغيره من الأئمة لم يدرس في تاريخنا المدرسي. يعني أجيال من اليمنيين لا يعرفون من هو عبد الله بن حمزة ولا يعرفون هذا النوع من الجرائم ونحن نتساءل من الذي كتب التاريخ اليمني؟ وكيف اهملت هذه الوقائع الوقائع الخطيره كل الشعوب لديها تاريخ شبيه بهذا التاريخ يدرسونه في المدارس لاطفالهم لكي يكون اشبه بلقاح تحصين للاجيال من الوقوع في مثل هذا التاريخ من الوقوع في مثل هذه المزالق فلماذا نحن اليمنيين لم يكتب لنا تاريخ حقيقي لماذا لم يكتب تاريخ الإمام الحقيقي ويدرس في المدارس من الذي كتب التاريخ لماذا هذا الإهمال عبد الله بن حمزة عامل حتى المختلفين معه في المذهب مثل الشوافع معاملة الكفار وكان يأخذ منهم ضرائب وعشور نفس العشور التي هي في الأحكام الفقهية تؤخذ من الكفار كان يأخذها من الشافعية في بعض المناطق يعني إحنا أمام رجل جبار وكان ينبغي ان يدرس كما قلت في مناهج المناهج الدراسيه في الاعداديه وفي الثانويه حتى نحصن اجيالنا من الوقوع في تأييد ومناصرة هذه المشاريع الفاشله المشاريع التي تسفك دماء اليمنيين وتعطل تنميتهم وتعيدهم الى الوراء مئات السنين ما زال السؤال الحرج من يكتب تاريخنا؟ والعجيب أنه إلى اليوم ما زال التاريخ يكتب بطريقة أو الآن الآن ونحن ندفع أثمان باهظة تحت راية دولة الحوثي والعصابة التي تحكم اليمن الآن يكتبون تاريخ مزور لرموزهم وأصنامهم الآن يتم صناعة صنم اسمه حسين بدر الدين الحوثي صنم يتم صناعته الان على الرغم من معرفتنا له وعلى الرغم من معرفه الجيل الموجود له الا انه يتم كتابه تاريخ مختلف عن التاريخ الحقيقي لهذه الشخصيه. يعني تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوره لقصه قصيره او قصه من قصص الاطفال توزع على الاطفال يكتبها الحوثيون تتحدث عن شخصية حسين بدر الدين الحوثي وكأنهم يتحدثون عن الفارس النبيل. نلقي نظرة على آآ آآ الفيديو القادم لنطلع على مقطع قصير من قصة قصيرة توزع الآن في أوساط الحوثيين لنرى كيف يتم صناعة الصنم، الصنم الذي فيما بعد سيتحول إلى ولي من الأولياء وتبنى حوله القباب حول جثمانه ويتحول إلى يعني شخصية رمز من الرموز التاريخية. في حين انه كان في حقيقه الامر مجرد صاحب فتنه مؤسس فتنه ومؤسس مذبحه لنتابع القصه تقول ان الرجل اللي هو حسين بدر الدين الحوثي كان رجلا كريما شهما نبيلا يعفو عن الكذا وكل المواصفات التي استمعنا اليها يعني مواصفات عاديه موجوده لدى اي مواطن يمني، كثير من المواطنين اليمنيين يتمتعون بهذه الصفات لا جديد، يعني لا يوجد شيء يميزه. لدينا مئات الالاف وربما عشرات الالاف او الاف الحد الادنى من الناس اللي هم كرماء وشجعان ولطفاء ويعفون عن الناس ويكظمون الغيظ ما بيش جديد هذا اولا اما ثانيا فاننا نتساءل هذه الصفات اذا كانت موجوده في زعيمكم وسيدكم ومؤسس هذا المشروع القاتل اذا كان هذا الرجل كان رؤوف ولطيف بال بالاسماك والحيوانات ألم يكن من الأولى أن يكون رؤوفاً بالناس؟ لطيفاً بالناس؟ رحيماً بالناس الذي قادهم إلى المعارك قادهم إلى محارك كم من الناس قتلوا في ذمة هذا الرجل؟ كم من الخسائر خسرت اليمن في سبب بسبب تأسيس هذا المشروع القاتل لليمنيين؟ إذا كان هذا الرجل يتمتع بهذه الصفات من النبل ألم يكن من الأولى به أن يحقن دماء الناس وأن يتواضع وأن يحاول فهم الإسلام من منظور آخر أكثر تواضعا بدل هذا المنظور العنصري الذي يجعل الناس كلهم خدم له والذي ينصب من نفس السيد ألم يكن من الأولى بالشخص المتواضع أن يتواضع للناس ويقول أنا مثلكم وأنا مثلي مثلكم مثل بقية المسلمين هذا سؤال سؤال آخر أو ملاحظة أخرى لماذا يظن الناس أن المستبدين والمجرمين وأصحاب المشاريع الكاتلة ورؤساء العصابات لماذا يتصورون أنهم بلا رحمة وبلا رأفة وبلا كذا لا بالعكس الذي يدرس تاريخ المجرمين تاريخ الطغاة والمستبدين وتاريخ صناع الفتن يجد أننا أمام شخصيات لديها الكثير من اللطف على المستوى الشخصي كانوا في بيوتهم مع نسائهم ومع الناس ومع أولادهم كانوا لطفاء وكانوا كرماء وبعضهم كانوا فنانين عازفين او رسامين هتلر كان رسام كان فنان تشكيلي نيرون هذا الذي احرك مدينه روما بالكامل كان عازف عازف قيثار يعني لا يجوز ان نتصور انه يعني المجرم لابد ان يكون يعني بمواصفات سلبيه كلها له احيانا يكون فيهم شيء من المثاليه معظم المجرمين كانوا مثاليين طبعا حينما نتحدث عن التاريخ وتزوير التاريخ، تزوير التاريخ هذا مش عمل جديد، هذا عمل قديم منذ ظهور التاريخ نفسه، لانه ظهور التاريخ يؤرخ بظهور الكتابه. بدايه ظهور التاريخ هو ظهور الكتابه والتدوين، ومن اوائل الامم التي بدات التدوين والكتابه الامه المصريه الفراعنه. لو اننا تاملنا في التاريخ المصري مثلا على سبيل المثال سنجد اشكال من تزوير التاريخ وكتابته. يعني مثلا عندنا التزوير عن طريق الكذب. ولدينا حاله مثل حالة مرمبتاح هذا الحاكم الفرعون المصري وهو ابن رمسيس الثاني اللي هو فرعون موسى. الفرعون الذي يعني جاي لموسى عليه السلام كان اسمه رمسيس الثاني في ارجح الاقوال وبارجح الادلة. ابن رمسيس الثاني اسمه مرمبتاح خلف والده في الحكم وكتب في واحد من النقوش او امر بكتابة قصة مختلقه قال انه تعقب الاسرائيليين وهزمهم وكشف المؤرخون المعاصرون بان هذه كانت كذبه لانه المصريين الاسرائيليين انذاك كانوا في قابعين في التيه في جنوب صحراء سيناء وكانوا عزل لم يكونوا محاربين ولم يقضي عليهم ولم ولم يحدث شيء الرجل تحرك الى شمال سيناء ربما باتجاه فلسطين وهم انذاك لم يكونوا قد دخلوا فلسطين الا بعد أربعين سنه من خروجهم من مصر فثبت تاريخيا بان هذا الرجل زور هذا النص التاريخي وانه لم يهزم الاسرائيليين وانما اراد فقط ان يسترد بعض كرامه الاسره الملكيه التي يعني الكرامه التي غرقت مع رمسيس الثاني يعني هي حالة يعني رد ماء وجه ليس إلا هناك شكل آخر من أشكال تزوير التاريخ مارسها والد مريم اللي هو رمسيس الثاني نفسه فرعون موسى حينما أرخى لمعركة من المعارك مع الحثيين كان الحثيون هم سكان تركيا آنذاك قال أنه انتصر في معركته مع الحثيين ولما جاء المؤرخون المعاصرون الأثريون المعاصرون اكتشفوا أنه الحثيون ايضا في الطرف الاخر قالوا انهم انتصروا عليه في نفس المعركه، واذا بنا امام الحقيقه التاريخيه التي تقول انه لم ينتصر احد على احد وانهم خرجوا من المعركه يعني راس براس اذا صح التعبير. اذا هذا شكل اخر من اشكال تزوير التاريخ. هناك شكل ثالث من اشكال التزوير وهو اخفاء الحقائق. حدث ايضا هذا في التاريخ المصري عندما جاء الحكام او الفراعنه الذين يعني جاءوا بعد اخناتون اخناتون كان حاكم فرعوني كانت تهمته انه موحد اعلن التوحيد في مصر متاثرا طبعا بدعوة يوسف عليه السلام لأنه أخناتون كان من حكام الأسرة الثامنة عشرة بينما يوسف جاء في الأسرة الخامسة عشرة أي قبل أخناتون بحوالي ثلاث أسر حاكمة أخناتون أعلن التوحيد ورفض الإله آمون وكل الآلهة المصرية القديمة ودخل في حرب مع المجتمع المصري ومع الكهنة المصريين عباد آمون وبقية الآلهة ومن خلال صراعه مع المجتمع المصري ومع الكهنة استمر سنوات إلى أن غلبه المجتمع المصري وفقد ملكه وجاء الملوك من بعده ليدونوا تاريخ اسود لهذا لهذا الفرعون، بل انهم اخفوا كثير من ميزاته وكثير من تاريخه ومسحوه من على المدونات، هذا شكل اخر من اشكال التزوير وهو الاخفاء. ولدينا نحن على المستوى على مستوى التاريخ الاسلامي يعني لماذا نذهب بعيدا؟ التاريخ الاوروبي للاسلام يعني حينما ارخ بعض الاوروبيين للاسلام ولظهور النبي محمد كنا امام يعني صوره تاريخيه كاريكاتوريه يعني مضحكه. بعضهم قال ان محمد هو عباره عن كاردينال او قسيس مسيحي كان موجودا في روما واختلف مع الكنيسه لانه اراد ان يكون بابا للفاتيكان لكن القساوسه خذلوا فاضطر الى الهرب من روما الى الجزيره العربيه ومن هناك اعلن الديانه الجديده انتقاما من الكنيسه. يعني تصوروا هذا تاريخ موجود في بعض المراجع الأوروبية يعني هذا نوع أيضا من أنواع التزوير هناك بالنسبة لنا أيضا كمسلمين نوع من الإهمال في في كتابة التاريخ الإسلامي حينما دون المسلمون السيرة النبوية لم يؤرخوا لجماعات مهمة كانت حاضرة في التاريخ الإسلامي مثل جماعة الأريوسيين المسيحيون الموحدون كانوا موجودين منهم على سبيل المثال حاكم الحبشة النجاشي النجاشي كان أريوسيا موحدا وهذا سر استجابة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وسر اعترافه به وكذلك ورقة بن نوفل المسيحي اللي هو خال خديجة بنت خويلد هذا كان أريوسي آخر لم يكن من المثلثين وكذلك بحيرة الراهب الذي التقاه النبي محمد في طفولته كان من الأريوسيين كنا بحاجه الى معرفه هذه التفاصيل لمعرفه السيره النبويه بشكل اوضح لكن المؤرخون اهملوا هذا ايضا هذه اشكال من اهمال التاريخ النبوي والتاريخ الاسلامي بطبيعه الحال بالنسبه لنا اليمنيين احنا ايضا لدينا يعني همومنا في في جانب التاريخ يعني أول همومنا في جانب التاريخ هو أننا إلى الآن لم نكتشف تاريخنا المطمور تحت رمال الصحراء اليمنيه يعني تاريخنا ما زال إلى الآن بكر وكان جواد علي هذا المؤرخ العراقي المشهور الكبير قال أن التاريخ اليمني ما زال مطموراً تحت التراب على شكل نقوش للحضارة اليمنيه القديمه وعلى سبيل المثال نحن من تاريخنا القريب في تاريخ ما بعد الإسلام هناك شكوى تقول أن الإكليل هذا التاريخ الكبير للهمداني تم التآمر عليه وإخفاء عدد من أجزائه لهدف مشبوه لا نوطي التصريح به سنتركه للباحثين هناك أجزاء عديدة من مجلدات الأكليل مختفية كنا بحاجة إلى معرفة ما فيها ويبدو أن هناك يد تدخلت في اخفائها لاخفاء حقيقه ما عن التاريخ اليمني نحن لا نؤكد هذا ولكن هذه شبهه مطروحه الى هنا ننتهي من حلقه اليوم اعزائنا المشاهدين نلقاكم في حلقه قادمه باذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله